خليني اقول لك على جون الاتحاد، ايه الجون الحلو ده؟ جون صراحه يعني من انا بعتبره من احلى اهداف بطوله الدوري. الحمد لله، تسديده صاروخيه زي ما بيقولوا يعني. الحمد لله، فكرت لما دخلت جوه انك تسدد من المكان ده وتوقعت انها تروح في الزاويه دي بالقوه دي بالحلاوه دي؟ هقول لحضرتك حاجه، انا اول ما استلمت الكوره ودخلت اول ما دخلت انا ما كنتش اشوط، انا كنت هعملها تشيب باس لوسام او لاكرم، كان الاثنين قاطعين. والله يا كابتن لقيت نفسي بالظبط كده، لقيت نفسي بعمل كده وببص على الجول بس. جيبوا لنا الهدف يا شباب، لو الهدف معانا معانا الهدف تمام. يعني بص هتلاقيني انا بصيت الاول قبل ما اشوط، لو رجعها تاني ما يعني ما قررتش ان انا اشوط، هتلاقيني بصيت الاول على اكرم ووسام، على اكرم ووسام قبل ما اشوط. لقيت ان ببص لقيت الفرقه كلها ما حدش بيجي عليا، فهو قرار يعني، هو قرار اتاخد وهي طالعه من رجلي بقى. انا مش عارف ان هي بالقوه دي يعني، انا ما شفتش القوه دي الا لما روحت البيت وشفتها في التلفزيون. ف يعني لا، هدف من الاهداف الحلوه جدا يعني، صعبه جدا على حارس مرمى الاتحاد السكندري، انا بعتبره من احلى اهداف الدوري الهدف ده. انا دي احلى جون في حياتي، في حياتك، في حياتي، في مسيرتك كلها، هو وجول منتخب مصر في ماتش تونس، ماتش تونس، لان ده اغلى جون، تسديده برضه، لان لان ده كان اول جون ليا مع منتخب مصر. الجون الاحلى او الغالي عند عمر، الهدف ده ولا هدف لا بلدية، البلديه؟ ما انا عايز اروح للبلديه برضو، مباراه لا بلديه ومسيره ومتاخر وعايز ترجع بتنافس على بطوله الدوري. خلي بال حضرتك البلديه الماتش ده وانا نازل كابتن سامي قمصان، ايوه يعني وانا جاي فبقيته بيقول لي انت نازل، انت نازل تهاجم وانا خسران 1-0. قلت له يا كابتن حاضر، قال لي نازل تهاجم وهتجيب جون وهتكسبنا. ده هو باكد عليك، انا مش عايزك تقف ورا. والله يا كابتن قال لي كده، قال لي نازل تهاجم وهتجيب جول وهتكسبنا. والحمد لله يعني ربنا، لا هي بتاعت ربنا يعني، انا في حد يطلع الكوره بسن رجل المدافع كده وقفت في صدري ما تطلعش بره تقف لي وانا اخد قرار ان انا اشوط كمان وسط الزحمه كمان. انا بشكر رامي ربيعه حتى في الجول، هتلاقيه في رامي ربيعه هدف بلديه المحل. رامي ربيعه هو وسع لي يعني، لو حد تاني كان ممكن يقف قدامي او يستنى ان انا هعمل رد فعل ازاي عشان هو يعمل رد فعله، لكن في الجولين حتى يعني في الجول بتاع بلديه المحله والجول التاني اللي انا عملت جاي شوطه راحت لمودست، ايوه رامي ربيعه برده جاي في وشي وعمل. طب حكايتك ايه؟ ما بتسجل بتصنع في مباراه الاتحاد. مباراه الاتحاد سجلت وفي المباراه دي صنعت، مباراه البلديه سجلت وصنعت. الحمد لله يعني. والله يا كابتن زي ما بقول لحضرتك هي مش مين اللي اداك كمان النزعه الهجوميه دي؟ احنا لما بنسمع كلمه باك، باك ده يعني مدافع بيقف كابتن علي ماهر بيشتت، لكن عمر كمال لا، كابتن علي ماهر، كابتن علي ماهر هو اللي حط فيك النزعه الهجوميه. كابتن علي يقول لي انا ما عنديش لعيب في اي مكان في الملعب جبان، حتى السرد باك يعني، احنا حتى كان كل الاجوان اللي بتيجي فينا في فيوتشر كونتر اتاك يعني، مثلا كان السرد باكين بتوعنا كانوا بيقفوا في نص الملعب، دايره نص الملعب، ومثلا ممكن نهاجم احنا بيوقف اتنين بره على مثلا اربعه عليهم، ما عندوش مشكله. يقول لي طول ما انت بتلعب معايا ما اشوفكش واقف بره، باك رايت باك ليفت عايزك طاير.